أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة، وهي آخر حلقة في سلسلة دروس عن كيف نستخدم منهجية السيستم داينامكس، ديناميكيات النظم، في فهم المنظمة وفي تحليل الأداء وفي فهم سلوك مؤشرات قياس الأداء عبر الزمن. وآخر حلقة بتتكلم على الكنترول لوبس أو دوائر التحكم. خلينا نشوفها مع بعض إن شاء الله. قبل ما نتكلم على دوائر التحكم وإيه أنواعها وتطبيقاتها العملية، خلينا مع بعض نراجع الكلام اللي احنا قلناه في الوحدات السابقة فيما يتعلق باستخدام ديناميكيات النظم في إدارة الأداء. الأول اتكلمنا على العالم الشهير بروفيسور جاي فورستر اللي في جامعة ماساتشوستس انستيتيوت اوف تكنولوجي، معهد الـ MIT المشهور في بوسطن في أمريكا، واللي هو ابتكر أسلوب أو منهجية System Dynamics أو ديناميكيات النظم في الستينات. بعد كده اتكلمنا على أشهر حاجة فادنا بيها جاي فورستر، وهو إزاي إحنا نبني نظم تخلينا نتنبأ عند اتخاذ القرارات بإيه هي التبعات الغير مقصودة أو الـ Unintended Consequences. كتير من القرارات اللي احنا بناخدها سواء البيئية أو القانونية أو الاجتماعية أو الاقتصادية أو السياسية، ناخد قرار ونشعر ان ده هيضيف قيمة لينا لكن تنتج عنه نتائج سلبية في الأجل الطويل لم نكن نتحسب لها. ازاي السيستم داينامكس بتساعدنا في التنبؤ بهذه الأنماط من السلوكيات. الحاجة التانية اللي لها علاقة بإدارة الأداء والتخطيط الاستراتيجي هو ان احنا كل مرة بنبني استراتيجي ماب بالبرسبكتيفز المختلفة بتاعتها، التعلم والنمو والعمليات والعملاء والمنظور المالي، وبنحط أهداف استراتيجية وبنربط ما بين كل هدف والتاني بسهم يمثل علاقة السبب والنتيجة، إن كل leading KPI ولا indicator يؤثر في lagging KPI. هذا الشكل في واقع الأمر مبسط جدا ومبسط زيادة عن اللزوم، وقد لا يصلح إلا لأغراض الكوميونيكيشن إن إحنا نشرح للناس إيه الاستراتيجية بتاعتنا. لكن حتى يكون عندنا فهم عميق لعلاقات السبب والنتيجة اللي بتتم ما بين مؤشرات الأداء والبرفورمانس درايفرز، إحنا محتاجين منهجية متقدمة زي منهجية السيستم داينامكس. فهذا الشكل الاستراتيجي ماب، الخريطة الاستراتيجية، لا تعبر عن حاجات كثيرة مثل هذه الأمور، وهي ما هو أثر المبادرات على الأهداف الاستراتيجية. إحنا بنعمل مبادرة عشان نأثر على هدف استراتيجي، ما هي قوة هذا التأثير؟ ما هو الوقت اللازم من وقت تدشين المبادرة حتى ملاحظة أثر في الأهداف الاستراتيجية الموضوعة؟ وما هي التأثيرات غير المقصودة لهذه المبادرات على أهداف أخرى؟ أيضا الأسهم اللي بتكون موجودة عادة في الاستراتيجي ماب أسهم كلها بسمك واحد في شكل واحد، ولكن في واقع الأمر قوة التأثير لهذه الأسهم قد تختلف من سهم الآخر، بعضها قد يكون قوي وبعضها قد يكون قوي جدا. لكن الاستراتيجي ماب لا تتيح لنا الفرصة ان احنا نعبر عن هذه الأشياء. ايضا التأثيرات غير المباشرة ما بين الأهداف الاستراتيجية وبعضها غير موجود. واخيرا التايم لاج او الوقت ما بين تحقيق تقدم في هدف استراتيجي معين الى ملاحظة الأثر هنا، يعني لو احنا زدنا في عدد العملاء فتحنا فروع جديدة امتى نشوف ربح اكتر، امتى ايه الوقت اللازم ما بين الانتقال من تأثير من هذا الهدف الى هذا الهدف. التايم لاج لا تعبر عنه الخريطة الاستراتيجية، وبسبب كل هذه المشاكل بيكون السيستم داينامكس هي اداة اكثر قوة للتعبير عن كل هذه الامور والفهم اعمق لما يحدث. سيستم داينامكس بتقول لنا باختصار ان كل حاجة في الدنيا بدام انت تقدر تفكر فيها ممكن تبني لها نموذج، وان كل حاجة ممكن نموذجها يعبر عنه بثلاث اشياء: تدفق داخل اللي هو معدل الزيادة في الظاهرة او المؤشر، ومستوى المؤشر او الرصيد، ومستوى الاشياء التي تسبب انخفاض هذا المؤشر. فكل شيء ممكن التعبير عنه بهذه الاشياء: رصيد في البنك يتأثر بالإيداعات والمسحوبات، رصيد المخزون نفس الشيء، حتى الرصيد الثقة ما بين الشخص وزوجته أو ما بين العميل والعميل الآخر، رصيدنا في عدد العملاء ومدى اهتمامهم أو رضا العاملين حتى عن المنظمة، كل دي أمور ممكن بتأثر فيها أشياء وتقلل منها أشياء أخرى. إذا تمكننا من رصد هذه الأشياء في شكل نموذج هيسهل علينا إدارة النظام. وللتعبير عن هذه الأشياء في شكل لغة السيستم داينامكس هما بيستخدموا
رموز معينة وأشكال معينة، هي ببساطة التدفق الداخل والرصيد والتدفق الخارج، مع حاجة أخرى اسمها الكونكتور أو الوصلة اللي فيها المعدلات اللي بتؤثر على معدل التدفق أو معدل الخروج. أخيراً احنا اتكلمنا على السيستم داينامكس بروجرامينج لانجويج، بسيطة جداً وفريندلي للغاية، اسمها اي ثينك، وواحدة أخرى هذه اللغة اللي اي ثينك أو لغة تانية تسمى استيلا، بتساعدنا إلى إن احنا بعد ما نبني هذه النماذج على بالورق ممكن نبرمجها في الكمبيوتر، والكمبيوتر ممكن يساعدنا باستخدام الاي ثينك ان احنا نتنبأ بسلوك المتغيرات كلها ونختبر قرارات مختلفة ممكن ناخدها باستخدام اي ثينك او باستخدام استيلا. دي الحاجات اللي اتكلمنا عليها باختصار في البنود السابقة في الوحدات السابقة، ودلوقتي هنتكلم على لوبس مهمة جدا بتظهر أنماطها عندنا لما بنبني شبكات السيستم داينامكس، بوزيتيف لوبس والنيجاتيف لوبس اللي هي وحدات التحكم أو دوائر التحكم اللي هنتكلم عليها في هذا الدرس. زي ما احنا عارفين أي سيستم بيتم وصفه بشكل مدخلات وعمليات ومخرجات، واللي بيطلق عليه أحيانا اللوجيك موديل أو السيستم أبروتش. وإحنا عارفين إن علشان نتحكم في المدخلات والعمليات لازم نتأكد إن يتم ضبطهم على نحو يحقق لنا المخرجات المطلوبة، ولذلك في هناك ما يسمى التغذية العكسية أو الفيدباك. والفيدباك هي عبارة عن معلومات بتجيلنا من النتيجة أو الأثر، وبناء عليها إحنا لو ما كانش الهدف تحقق النتيجة والأثر تحققهم بنحتاج إن إحنا ندخل أي تعديلات على المدخلات أو العمليات عشان نضمن إن العمليات تستقر وتنتظم وتخرج لينا المخرجات اللي إحنا متوقعينها. اللفة دي بيسموها الفيدباك، والفيدباك لوبس دي اسمها فيدباك لوبس. والفيدباك لوبس نوعين، في نيجاتيف فيدباك وبوزيتيف فيدباك، وهنشوف كل واحدة منهم ايه معناها. النيجاتيف فيدباك بالبلدي كده بتحاول ان البروسيس او العملية تتحجم من نموها، فكأن احنا بنقول قف عند حدك كفاية كده. فالنيجاتيف فيدباك لوب اللي هي بتعمل تحكم في السلوك المؤشرات وبتخلي المؤشرات توصل لمستوى التوازن المطلوب. اما البوزيتيف فيدباك لوب فهي بتتكلم على النمو المتزايد، يعني عايز اكتر، كل ما تدور اكتر عايز اكتر وعايز اكتر وهكذا. فاحنا بالبلدي ممكن نسميها زياده الخير خيرين. فلو انت قعدت تقول زياده الخير خيرين باستمرار، كل ما يجي لك خير تقول زياده الخير خيرين، معنى كده ان هيتضاعف كميه الخير، لكن هنا بيبقى العمليه بيتم التحجيم ليها في شكل كيرف. ممكن دي نعبر عنها ان الشيء اللي احنا عايزين نتحكم فيه بنحاول نوصل الى مستوى معين فيه. اما البوزيتيف كيرف اللي هي زياده الخير خيرين فهي دايما بتبقى في نمو مستمر، فشكل الكيرف ممكن نعبر عنه بهذا الشكل. علشان نفهم البوزيتيف والنيجاتيف فيدباك لوب، خلينا اول نفهم علاقة السبب والنتيجة اللي احنا بنستخدمها في السيستم داينامكس. ايه معنى ان A بتؤثر في B بطريقة بوزيتيف، وايه معنى ان A تؤثر في B بطريقة نيجاتيف، بطريقة عكسية؟ بطريقة بوزيتيف يعني طريقة طردية، يعني كل ما زاد المؤشر ده يترتب عليه زيادة المؤشر ده، او العكس، كل ما قل المؤشر ده كل ما قل المؤشر التاني. فده بيقول عاملني ما جزاء الإحسان إلا الإحسان، لو عملتني بإحسان أعملك بإحسان، لو عملتني بدون إحسان أعملك بدون إحسان. ده معنى البوزيتيف فيدباك اللي هي المعاملة بالمثل، أو نفس الاتجاه اللي يحصل هنا يحصل هنا. أما النيجاتيف فيدباك فدي معناها إن كل ما A يزيد كل ما D تقل، فكل ما تزيد في هجراني كل ما أنا ثقتي فيك تقل أو علاقتي بيك تقل أو عاطفتي تجاهك تقل، والعكس يحصل، كل ما دي قلت كل ما دي زادت. فالعلاقة هنا علاقة عكسية، واحدة تزيد واحدة تقل، ولكن العلاقة هنا علاقة طردية، دي بتزيد دي بتزيد معاها أو دي تقل دي تقل معاها.
احنا ضروري نفهم معنى السهم لما يبقى مكتوب عليه بوزيتيف ونيجاتيف ايه، لان ده هيساعدنا كتير جدا في فهم كل من البوزيتيف والفيد البوزيتيف والنيجاتيف فيدباك لوبس. خلينا ناخد في الاول النيجاتيف فيدباك لوبس اللي هي دوائر التغذيه المرتده السالبه، اللي زي ما احنا قلنا بأقف عند حدك، بنحاول ان احنا نتحكم في العملية فما تزيدش اكتر من اللازم او تقل اكتر من اللازم، ونحافظ عليها في حدود معينة. مثال مشهور جدا عزكم الله الفلاشر او حوض المياه، خزان المياه اللي بيستخدم عزكم الله في التواليت. الخزان المياه ده بيستخدم النيجاتيف فيدباك لوب. ازاي بيستخدم النيجاتيف فيدباك لوب؟ زي ما انتم عارفين هنا من الرسمه، الميه اللي بتطلع من الماسوره الخارجيه بتطلع هنا وبتملى الخزان، كل ما الميه تخرج وتملى الخزان لغايه لما توصل عند العوامه او البالونه دي، البالونه بتطفو فترتفع، فكل ما البالونه ارتفعت بسبب الماء الموجود كل ما الدراع ده ارتفع، وكل ما الدراع ده ارتفع كل ما الصمام اللي بيدخل منه الميه يضيق فتدخل كميه ميه اقل. فمعنى الكلام ده اللي كلما زاد حجم الماء في الحوض كلما قل كمية المياه المتدفقة للحوض، لأن مع كل كمية بتدخل وارتفاع مستوى المياه كلما ارتفعت دي كلما قل كمية المياه، واللي معبر عنها في هذا الشكل لأن هذا هو الصمام اللي بيقفل المياه، والعوامة دي كلما ارتفعت إلى فوق كل دي ما نزلت إلى تحت فكلما الصمام اتقفل. فدي ازاي نعبر عنها بالنيجاتيف فيدباك لوب؟ في حاجتين بيأثروا بعض، مستوى الماء بالخزان ومعدل تدفق المياه الداخلة. كل ما مستوى الماء بالخزان ارتفع كل ما معدل المياه الداخلة انخفض، ودي النيجاتيف فيدباك لوب. وبصفة عامة كلما دخل ماء إلى الخزان، هذا أي ماء يدخل الخزان إن شاء الله نقطة واحدة، هذا الماء يرفع من مستوى الماء بالخزان. فمستوى الماء بالخزان يتسبب كلما زاد في تقليل المياه الداخلة، وأي مياه داخلة تزود في مستوى الماء في الخزان. هذه العملية تستمر لغاية لما إيه؟ لغاية لما يتوقف، لغاية لما دي تطلع تماما إلى فوق، يتقفل المحبس تماما فيتوقف تدفق المياه، وبالتالي دي النيجاتيف فيدباك لوب اللي حصل كنترول لكمية المياه فوصلتها إلى التوقف تماما، ولو بدونها كان الماء طلع وفاض وسكب وغرق الدنيا. فدي بتتحكم لنا، هذا النيجاتيف فيدباك لوب يضمن لنا تحكم في الظاهرة. في جسم الإنسان في هوميوستاسيس. الهوميوستاسيس دي تعبير بيعبر عن جسم الإنسان اللي الله سبحانه وتعالى خلق فيه قدرة عجيبة على تنظيم حالته الداخلية ليتمكن من البقاء على قيد الحياة وأداء مهامه بصورة صحيحة. هذا الميكانيزم اللي الله سبحانه وتعالى خلقه داخل جسم الإنسان بيضمن إن الجسم الدم مثلا معدل الحموضة والقلوية اللي فيه مفروض ما يبقاش حموضة أكتر من لازم أو قلوية أكتر من لازم، مفروض فيه رينج معين يكون موجود فيه. نفس الشيء السكر في الدم لازم لا يزيد أكتر من لازم ولا يقل أكتر من لازم، لكن لازم يحافظ عليه في حدود معينة. كلما زاد أكتر من اللازم لازم الميكانيزم اللي موجود الهوميوستاسيس في جسم الإنسان يعيده مرة أخرى، أو لو قل أكتر من اللازم في ميكانيزم يعيده مرة أخرى. نفس الشيء حرارة جسم الإنسان، لازم الإنسان دمه يحافظ على حرارة ثابتة معينة فما يزيدش عن حد معين يجيله حمى، أو ما يقلش عن حد معين فيجيله قشعريرة. عشان كده الإنسان يسمى ذات الدماء الحارة، لأن في حيوانات زي السحالف وكده هي درجة حرارها بتتغير مع درجة حرارة الجو، لو الدنيا سخنت دمهم يسخن ولو الدنيا بردت دمهم يبرد. الإنسان ما ينفعش كده، الإنسان ربنا سبحانه وتعالى خلقه بحيث أنه يحافظ على درجة حرارته في رينج معين. فإزاي العملية دي بتتم؟ هناخد مثال من علم الأحياء بيولوجي. ربنا سبحانه وتعالى خلق في جسم الإنسان الهوميوستاتيك كنترول ميكانيزم. الكنترول ميكانيزم ده بيقول ايه؟ ان لازم مثلا مستوى السكر او مستوى الحموضة او مستوى الحرارة في جسم الإنسان يتحافظ عليه في حالة اتزان او إكوليبريم معين. لو جه باعث مثير، الباعث المثير يعني شيء خارجي ستيمولس تسبب في احداث عدم التوازن،
جه فيروس دخل في الدم او جه بعاصفة برد جت على جسم الانسان، كرات لو جه فيروس كرات الدم الحمراء البيضاء تشتغل علشان تدافع عن هذه الفيروسات فتزيد درجة حرارة جسم الإنسان فيحصل عدم توازن. عدم توازن معناه إن الظاهرة اللي بنتكلم عليها أو المؤشر يا إما زاد عن الحد المطلوب يقل عن الحد المطلوب، ودي اسمها حالة عدم توازن. يبقى المطلوب إن احنا نعيد حالة التوازن مرة أخرى لهذه الظاهرة. إزاي الكلام ده بيتم؟ لازم أول الإنسان يشعر بإن في مشكلة حصلت. هذا الشعور أو الرصد بيسموها ريسبتور أو السنسور، لازم يبقى عندنا أدوات حس، أدوات الحس تجمع لنا معلومات عن إيه الوضع الغير صحيح اللي حصل، فلازم يتم رصد للتغيرات بواسطة أجهزة الاستشعار. هذه المعلومات اللي تتجمع عن الوضع لقياس مؤشرات قياس الأداء الحالية يجب أن ترفع هذه المؤشرات إلى وحدة التحكم أو اتخاذ القرار، هي اللي بتوجه، اللي هي الكنترول يونت. فالكنترول يونت دي لازم تصل لها معلومات عن عدم التوازن اللي حصل، ارسال بيانات الحاله الى وحده التحكم عن طريق مسارات معينه، لازم توصل هذه الرسائل. وحده التحكم علشان توزن هذا الشيء هي ما تقدرش تعمل حاجه، لكن هي هتدي تعليمات لي يعني جنود خاصه بيها، هي اللي تعيد هذه حاله التوازن، تعيدها مره اخرى الى حاله الاتزان. فلازم تدي ترسل تعليمات بالاجراءات المطلوبه عن طريق قنوات، طبعا هذه القنوات غير القنوات دي، دي قنوات حس لكن دي قنوات كنترول، زي جسم الانسان فيه اعصاب حسيه واعصاب حركيه، فدي تدي الرساله دي لوحده التاثير او التنفيذ. اللي بيقوم بالعمل نفسه اللي بيعيد الاتزان بيسميه افكتور، الفكتور هو اللي بيقوم بهذا العمل، وهذا العمل اللي بيقوم بيه علشان يعيد مرة أخرى حالة الاتزان، تعيد تغيير حالة الباعث على نحو يعيد الاتزان مرة أخرى. هذه الدورة موجودة كتير في حياتنا، أنا لما جسمي يجي يحس بحاجة حارة جدا أو باردة جدا ألمسها، إيدي أعصابي تحس بهذا الشيء، الرسالة تروح للمخ، المخ يروح لعضلات الإيد إنها تنسحب بسرعة وتبعد عن مصدر النار أو مصدر الألم. وهكذا في حياة الإنسان هذا الشيء موجود، وهناخد أمثلة مختلفة عنه. فتخيل لو منظمتنا أيضا فيها هذا الشيء، إن في شعور، في وحدات ترصد بصورة مستمرة إيه اللي بيحصل في السوق، وإيه اللي بيحصل في رضا العملاء، وإيه اللي بيحصل في حالة السيولة، في رضا الموظفين، الإنجيجمنت. لو إحنا عندنا معلومات مستمرة يتم توصيلها إلى الجهة المسؤولة عن اتخاذ القرار حتى يتم اتخاذ القرار الصحيح والإجراء الصحيح ليعيد حالة التوازن، دي عبارة عن دورة الكي بي آيز كلها، كي بي آيز كولكشن اند ميجرمنت، كي بي آي أناليسيس، ودي ديسيشن ميكينج تو امبروف البرفورمانس، ان اللي يعيده مرة أخرى إلى الحالة اللي المفروض يبقى عليها. خلينا مع بعضنا ناخد أول مثال على النيجاتيف فيدباك لوب. دايما زي ما قلنا بيكون في باعث او مثير اللي هو الاستيمولس، الاستيمولس بيتم رصده عن طريق وحده شعور اللي هي الريسبتور او السنسور، بترسل الرساله لوحده التحكم او اتخاذ القرار اللي هي كنترول يونت، الكنترول يونت بتقوم باتخاذ الاجراء اللازم في لوضع لضبط الوضع واعادته الى نصابه مره اخرى. خلينا ناخد مثال لارتفاع درجة حرارة الجسم، هذا هو الباعث المثير اللي حصل. الخلايا العصبية في الجلد والمخ بتستشعر ارتفاع درجة الحرارة وبترسل رسالة لوحدة التحكم في المخ بتقول ان الحرارة ارتفعت، سواء كانت بقى للتعرض للشمس او للزحام او لتعرض واحد وقف قدام فرن مثلا مدة طويلة او جاله التهاب معين. وحدة المخ بتدي رسالة للخلايا العرقية في الجسم وبتقول للخلايا العرقية افرزي عرق، وبتقول للخلايا العرقية تسعي علشان تفرز، لأن مع فرز العرق بيحصل مع كل بخر يحصل انخفاض في درجة الحرارة زي ما احنا عارفين، حتى الجلد بيحمر لأن شعيرات الدم بيتدفق فيها الدم بالقرب من الجسم حتى يتخلص الجسم من الحرارة اللي موجودة في الدم، وده سبب احمرار الجلد عند التعرض إلى الشمس ودرجة الحرارة العالية. فبالتالي احنا عندنا مرحلة الباعث أو المثير، يجي بعد منها الرصد، يجي بعد منها التحكم، يجي بعد منها الانترفينشن،
او التدخل بالبروسيجرز اللي هيقوم بيها الجسم لوضع درجة لإعادة درجة الحرارة لنسبها مرة أخرى بتخفيضها. فبالتالي إحنا عندنا التعرض لدرجة حرارة عالية، تصبب عرق، واللي بيحصل زي ما إحنا عارفين إن الكيرف كانت درجة حرارة عالية وتنخفض، ونفس الشيء يحصل لو كانت درجة حرارة منخفضة وترتفع. المهم إن الجسم يحافظ على مستوى ثابت من درجة الحرارة للدم. المثال الآخر اللي هناخده على نفس البروسيس أو السيكونس هو السرعة. إحنا في كتير من الدول فيها هذا الشيء، إن يبقى في جهاز للسرعة، وجهاز السرعة بيرصد سرعتك ويقول لك سرعتك كام، سبيد ليميت، وده الحد المستهدف اللي المفروض جميع الناس تلتزم بيه في السرعة. دي سرعة السيارة اللي أنت بتقودها، يور سبيد. وبالتالي أنت بتكتشف إن في فرق بين الاتنين. فلو انت يعني عايز تكون جود سيتيزن، مواطن جيد محترم، وتحافظ على السرعة علشان تتجنب انك تاخد مخالفات، فهيبقى الاجراء اللي انت تاخده انك تخفض سرعتك من 32 الى 30، وبالتالي هيكون رد الفعل الضغط على الفرامل لتقليل السرعة. طبعا السرعة دي بالميل، عشان كده الرقم منخفض. فدلوقتي ايه هو الباعث او المثير؟ ان انت اكتشفت ان زيادة السرعة عن الحد الاقصى المسموح به. انت كيف ازاي عرفت هذا الشيء؟ عن طريق البصر. انت شفت هذه الرسالة، وطبعا ارسلت هذه الرسالة للمخ. المخ حلل الوضع وقيمه وقال انا مش عايز مشاكل وعايز اظبط السرعة بتاعتي، وبالتالي ادى مسج عن طريق العصبات العصب الحركي للقدم لدفع القدم على المكابح اللي هي الفرامل علشان يقلل من السرعة. البصر هو اللي شاف هذا الاختلاف، الفجوة ما بين دي بيرفورمانس جاب، لو تحب نسميها بيرفورمانس جاب، تم تحديد عن طريق البصر. لاحظ هنا ان مفيش ديلي. تخيل لو البصر يعني اخد فرصة على ما شاف وكان البصر ضعيف، يبقى ما كانش هتقدر، او شاف ال 32 دي شافها 22 فزود السرعة بدل ما يقلل السرعة. فعملية الديتا كوليكشن والكواليتي اوف ديتا دي مهمة جدا في هذا الشيء. تاني حاجة السرعة. احنا معظم تقاريرنا البقال اللي واحد بيشتكي له من جودة المنتجات، حتى تصل هذه الشكوى الى الإدارة في المصنع عن طريق بقى الإدارة والموزع وكل ده، حتى تصل هذه المعلومات تاخد وقت طويل جدا. ففي ديلي كبير جدا بيحصل هنا وده. لكن في جسم الإنسان الحمد لله بمجرد ما نشوف الرسالة بتوصل للعقل. العقل كمان مش هيقعد بقى يمخمخ في الموضوع ويفكر ويوزن نفسه، لا، بسرعة هو بيتخذ القرار حسب القيم اللي موجودة عنده. دي أهمية القيم، زي ما احنا اتكلمنا في وحدة التخطيط الاستراتيجي. لما يعرض على الواحد موقف معين انك انت مخالف للسرعة، انا قيمي ان انا عايز اكون مواطن صالح واحافظ على السرعة، فبالتالي القرار مش هرجع لحد او اسأل الصديق او اتصل بحد اقول لهم ايه رأيكم، لا، القرار تقريبا شبه اوتوماتيك بيتاخد. والقرار لما بيتاخد القدم ما بت يعني من لا ترفض ولا عايزة موتيفيشن ولا عايزة إقناع، على طول القرار بمجرد ما يوصل للقدم القدم بتقوم بتنفيذ هذا الأمر على طول. فلاحظوا إيه المميزات الموجودة في البيولوجيكال سيستم اللي في النيجاتيف فيدباك كنترول اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقها، وقارنوا الكلام ده باللي بيحصل في المنظمات عندنا، وإلى أي مدى إحنا بنحصل على بيانات دقيقة، إلى أي مدى بنوصلها بسرعة، إلى أي مدى بناخد القرار الصحيح بسرعة، إلى أي مدى بيتم التنفيذ علشان في خلال ثواني يعاد الوضع إلى ما هو عليه ونتجنب أي مشاكل. وبالتالي ده منظر الكيرف زي اللي إحنا عارفينه، النيجاتيف فيدباك لوب، اللي بيحاول نتجنب فيه إن إحنا نزيد أو نقل عن المستوى المستهدف. مثال تاني اللي هو تنظيم مستوى السكر في الدم. طبعا أهم عضو في الجسم الإنسان اللي بيقوم بعملية الكنترول الكاملة هو البنكرياس، ودي صورة البنكرياس اللي موجود بجوار الكبد. وظيفة البنكرياس ليه عدة وظائف، لكن من أحد وظائفه الأساسية هو التحكم في البالانس، في التوازن لنسبة السكر في الدم. لو نسبة السكر في الدم ارتفعت، على طول السنسورز يعني يعرفوا هذا الشيء، فتدي رسالة للبنكرياس لإفراز قدر كبير من الأنسولين،
وهذا القدر كبير من الأنسولين بيعمل حاجتين، بيقول لي خلايا الجسم امتص السكر عشان تستفيد منه وتحوله إلى طاقة ما تسيبش السكر في الدم، وبتدي كمان رسالة للكبد إنه يمتص السكر من الدم الزائد علشان يختزنه في شكل الكلاكيجين. فده دي النتيجة الأنسولين إنه بيعمل كده. وبالتالي لو الأنسولين فرز والخلايا امتصت السكر والكبد امتص السكر، ينخفض مستوى السكر في الدم. فهذه السايكل هي اللي بتحافظ لنا على ان مستوى السكر اذا ارتفع ينخفض مره اخرى، وعن طريق الافكتور او اتخاذ القرار او الاجراء اللي بيتخذ هو افراز الانسولين. لو انخفض مستوى السكر في الدم والانسان شعر بهبوط كبير، برضو البنكرياس بيفرز ماده تانية، ولكن هذه الماده هي ماده الجلوكوجون. ماده الجلوكوجون او الجلوكاجون دي الماده اللي بتعمل العكس، بتقول للكبد السكر اللي انت كنت خزنته عندك افرزه مرة تانية وبثه مرة تانية في الدم حتى يعود في الدم فيقدر تستفيد منه خلايا الجسم، وبالتالي يرتفع نسبة السكر في الدم. وبالتالي في تو نيجاتيف كنترول سايكل، الاتنين بيضمنوا ان السكر اذا زاد يقل وان هو اذا قل يزيد مرة اخرى. وبالتالي الناس اللي عندها مشاكل في السكر عندها مشاكل في ان الجسم ما بيشعرش، السنسور اللي هي اجهزة الحس اللي بتستشعر هل السكر زاد ولا لا، هذه الاجهزة عندما تفسد في جسم الانسان لازم الانسان يعمل تيست اختبار سكر باستمرار. ليه يعمل اختبار السكر؟ لانه عايز يجمع معلومات هل السكر مرتفع ولا منخفض. وبالتالي الناس اللي عندهم السكر يتذبذب بصورة مستمرة ما يقدروش يستنوا لما يجمعوا البيانات عن مستوى السكر عندهم عن طريق التست المعروف، ولكن بيركبهم حاجة اسمها انسولين بامب. والانسولين بامب فيها سنسور وفيها مضخة، والسنسور على طول يقيس مستوى السكر ويضخ كمية السكر المطلوبة، كمية الانسولين المطلوبة حسب احتياج الشخص. اللي احنا الأمثلة اللي اتكلمنا عليها في عالم البيولوجي وفي عالم الأحياء بتحصل كتير في الواقع العملي عندنا وفي واقع البيزنس، وأشهر يمكن حاجة فيها مشهورة هو هي علاقة العرض بالطلب، الديماند والسبلاي. الشركات تنتج كميات كبيرة جدا من المنتجات فيحصل إغراء كبير في السوق فتنخفض الأسعار، وبالعكس يحصل لو كمية الإنتاج قليلة ويحصل إقبال كبير على هذه المنتجات. إذا انخفض الطلب عن إذا انخفض العرض عن الطلب ترتفع الأسعار. فإيه اللي بيحصل؟ هي علاقة ما بين العرض والطلب. العرض اللي هي الكمية المنتجة من المنتجات في السوق، والطلب اللي هي الكمية اللي المستهلكين سواء شركات أو أشخاص بيطلبوها عايزين يشتروها. كل ما كان في فائض كبير في المنتجات يترتب عليها، لكل ما كان في عجز دي علاقة بوزيتيف، فكل ما كان في فائض كبير كل ما كان السعر يقل، وكل ما كان في عجز في العرض كل ما السعر يرتفع. ونفس الشيء إذا السعر ارتفع هو بيزود العرض، لأن لما بيرتفع السعر ده بيغري المنتجين إن هم يكسبوا أكتر فبينزلوا كمية أكتر. فلو السعر مرتفع المنتجين ينزلوا كمية أكتر، ولو المنتجين نزلوا كمية أكتر السوق هيبقى فيه فائض كبير، ده هترتب عليه انخفاض السعر، ودي بتحفظ لنا ان السعر يوصل لمرحلة اسمها مرحلة التوازن. والعكس صحيح، لو في عجز كتير في منتج معين هذا العجز في المنتج معين بيترتب عليه ارتفاع السعر، وارتفاع السعر هو اللي بيترتب عليه ان الناس تبدأ تعرض المنتج. وايضا لو الطلب اكتر من لو العرض اكتر من الطلب يبقى السعر هينخفض، ولو السعر انخفض المنتجين هيقللوا كمية الانتاج وبالتالي يعيد التوازن مرة اخرى، وده بمنحنى العرض وده منحنى الطلب، وبتفضل العملية تتذبذب ان يكون السعر مرتفع، وبعدين لما السعر مرتفع يبقى السبلاي هيزيد عن العرض فيضطر يخفضوا السعر مرة اخرى، وهكذا يفضل يحصل اسكليشن تذبذب الى ان نصل الى نقطة التعادل. فسواء كان سعر اكتر من اللازم هينزل لنقطة الاتزان الكوليبريم برايس سعر التوازن،
او الاتزان، او لو كان منخفض لازم هتتحرك العرض والطلب، يفضل يتغير لغايه لما نوصل الى النقطه اللي بتساوي فيها العرض والطلب، وهو ده بيكون السعر المظبوط في السوق. وهنا مبينين الاسهم للكلام اللي احنا قلناه، اذا زاد الفائض يقل السعر، واذا قل السعر يقل الانتاج، وبالتالي يعود التوازن مرة أخرى. ده مثال آخر وهو وقت الانتظار العملاء، وده مثال يعني بيمثل لنا مشكلة كبيرة من اللي بيحصل عند رصد مؤشرات قياس الأداء وملاحظة سلوكها. تخيل كده إنك أنت في بنك معين أو في مستشفى، وقت الانتظار في هذه المستشفى مرتفع. ايه اللي يحصل لما وقت الانتظار يرتفع؟ الناس يعني تنفر من هذا المكان وتروح تشوف بديل اخر، فعدد العملاء يقل. فلما بيزيد وقت الانتظار عدد العملاء بيقل. طب لو عدد العملاء قل في المستشفى اللي كان فيها طوابير كتيرة، ده هيقلل الطلب على الدكاترة وعلى الخدمة الموجودة، فانخفاض عدد العملاء يترتب عليه انخفاض وقت الانتظار لأن عدد العملاء قل. وبالتالي دي بتبقى دائما شيء شائك للمسؤولين عن تقديم الخدمة. لما أقولها مرة تانية، لما بيزيد وقت الانتظار الناس بتحجم. ووقت الانتظار بيطول ليه؟ لأن عادة الطلب أكتر من العرض، عدد الزباين أكتر من عدد الأطباء، فوقت لازم يستنى كتير لغاية لما يجي له الدور. فلو الكلام ده حصل وانتشر هذا الكلام الخبر ما بين الناس، الناس زي ما بيقولوا هتطفش ومش هتيجي، فهيقل عدد الناس. فنسأل الناس انتوا ما بتروحوش ليه؟ يقولوا بسبب الزحمة. لكن عدم مروحهم وعدم ذهابهم إلى هذه الخدمة يترتب على انخفاض العملاء بسبب السمعة السيئة لهذا المجال. فلما العملاء ما يروحوش يقل الطلب في المستشفى، ولما يقل الطلب يصبح الناس تيجي ما تلاقيش ناس كتير، فتخش على طول، فوقت الانتظار يقل مرة أخرى. ودي بنسميها يعني الدائرة دي دائرة عكسية لمؤشرات قياس الأداء. المثال الآخر اللي شبه المثال السابق هو سرعة الاستجابة إلى شكاوى العملاء. أنت لو مسؤول في أمانة أو بلدية أو شركة اتصالات عن حل مشاكل بتوصل لك، لو وصلت لك مشاكل كتيرة، المشاكل الكتيرة اللي وصلت لك هيترتب عليها انك انت مش هتلحق تحل مشاكل كل الناس بسبب الضغط. هتخلص مش هتدي وقت كافي لكل الناس، الناس هتفضل على تتكلم ويرن التليفون فترات طويلة، فزيادة عدد الشكاوى الواردة يترتب عليه انخفاض في حل المشكلات. لو انخفضت جودة حل المشكلات والناس يعني مش مرغمين جدا ان هم يجوا لك او ممكن يصبرهم، هيترتب عليه ان هم ما عادوش يتصلوا، يقولوا ما فيش امل، يعني احنا بنحاول نتصل ما بيردوش علينا. فانخفاض جودة حل المشكلات يترتب عليها، لما تنخفض جودة حل المشكلات الناس يقولوا والله ما فيش فايدة، فعدد الشكاوي تقل. فده احنا انت بدأت بارتفاع عدد الشكاوي وانتهيت بان عدد الشكاوي يترتب عليه ان هي تقل مرة اخرى. لو شفنا دي في عالم الغذاء والثروة الحيوانية، نجد ان في نيجاتيف فيدباك لوبس كتيرة جدا. الرسمة دي عبارة عن ايه؟ كمية المطر بتأثر طبعا في بالبوزيتيف في كمية المياه الموجودة في اي بيئة موجودة. كلما زادت كمية المياه كلما زادت كمية الحشائش اللي بتنبت، وكلما زاد مجتمع الحيوانات، لان الحيوانات بيشرب المية والحشائش محتاجة المية، حتى الإنسان الرعاة بيحتاجوا المية. فالمطر ينزل واجعلنا من الماء كل شيء حي، الله سبحانه وتعالى. لذا نزل المطر وزادت كمية المطر، الحيوانات شربت والحشائش نبتت ومجتمع الرعاة بيشربوا من هذه المية، فكله بيزيد. ولكن إيه اللي بيحصل في النص ده؟ الحيوانات بتاكل الحشائش، فكل ما زادت الحيوانات، شوف السهم هنا نيجاتيف، كلما زادت الحيوانات كلما قلت الحشائش، ولو قلت الحشائش يبقى هتجوع الحيوانات فتموت الحيوانات، فكلما قلت الحشائش تقل الحيوانات. وبالتالي دي نيجاتيف فيدباك لوب. هنا نفس الشيء
في كمية الحشائش، مع كمية الحشائش بتعتبر بتوفر غذاء للإنسان، لأن منها الخضروات اللي هو يأكل. فكمية الغذاء المتوفرة للإنسان هي عبارة عن لحوم الحيوانات وألبان الحيوانات زائد الطعام اللي بيجي من الخضروات والفاكهة. هذا المخزون من الغذاء ليه علاقة بكمية الناس أو المجتمع أو تعداد السكان من الرعاة اللي ممكن يعيش عليه. كلما زاد عدد الرعاة، كلما مجتمع الرعاة زاد، كل ما ده قلل كمية الغذاء المتاح، لأن الناس هتتنافس على هذا الغذاء المتاح. فكلما زاد عدد الأكيلة أو الرعاة أو الناس السكان، كلما قل كمية الغذاء، ولو قلت كمية الغذاء تقل كمية الرعاة، وبالتالي ده بيأثر في بعض. وبالعكس إذا زادت كمية الغذاء المتاح تزيد عدد الرعاة. فالغذاء الكتير خلى الناس تاكل، خلى الناس تبقى موجودة وتاكل كتير. أكل الناس الكتير هيقلل كمية الأكل المتاحة، فينخفض كمية الأكل المتاح عن الوضع اللي كان موجود عليه في بداية الفترة الزمنية. كده احنا خلصنا دوائر التغذية العكسية. خلينا ناخد دوائر التغذية الموجبة. زي ما هتتذكروا ان دوائر التغذية الموجبة هي بتزود قيمة المؤشر، سيادة الخير خيرين احنا سميناها كده. فخلينا نشوف أمثلة عليها ونشوف إزاي زيادة الخير خيرين. أول مثال هناخده على التغذية العكسية الموجبة هو مثال نضج التفاح في الشجر. إحنا بنلاحظ دايما إن التفاح إذا واحدة منه استوت كل نضج كل التفاح بسرعة ينتج جنبه، ودايما كان يقولوا كده يعني الباد أبل لو انت جبت صندوق فيه تفاح وحطيت فقط واحدة تفاحة واحدة فاسدة بسرعة ينتشر الفساد بين التفاح ولا يقتصر على واحدة او اتنين. ازاي الكلام ده بيتم في علم البيولوجي؟ في مادة سبحان الله اسمها الإيثيلين. مادة الإيثيلين التفاحة التي تنتج تبث هذا الغاز، وهذا الغاز يروح للتفاحات المجاورة لها، وبالتالي تنتج هذه التفاحات وتستوي التفاحات اللي حواليها. وبالتالي لو في عندنا تفاحة واحدة نضجت، هذه التفاحة تبث غاز الإيثيلين، غاز الإيثيلين يتعدى تروح على التفاحات اللي في الدايرة اللي حواليه مباشرة، فهذه التفاحات تصاب بهذا النضج السريع، وبالتالي كل واحدة منهم أصبحت مصدر عدوى هي أخرى. فدي تبث الإيثيلين على الثلاثة اللي جنب منها، ودي تبث على اللي جنب منها، وبالتالي دائرة أكبر، وهكذا إلى أن ينتشر بسرعة هذه الظاهرة في كل التفاح الموجود في النخلة. وبالتالي فين هنا البوزيتيف فيدباك لوب؟ إن إحنا عندنا حاجتين، تو ستوكس، اتنين رصيد، في التفاحات المصابة بالفعل وفي التفاحات المصابة للإصابة. طبعا التفاحات المصابة هي اللي بتصيب هذه بالإصابة، ولما التفاحات المصابة تتحول إلى مصابة تزود عدد التفاحات المصابة بالفعل. التفاحات المعرضة إذا تعرضت وأصيبت تدخل في فئة المصاب ويصبح هو يعدي بنفس الشيء. ففين هنا البوزيتيف فيدباك لوب؟ إحنا خلينا ناخد من مثال اللي إحنا عملناه هنا. التفاحية الأولانية أثرت في كام تفاحة جنب منها؟ أثرت في 7. ففي 7 تفاحات تأثرهم اللي حواليها اللي هم التفاحات دي 1 2 3 4 5 6 7، فأصبح الآن المصابة واحدة واللي هيصابوا 7. لما الـ7 اللي هيصابوا يصبحوا مصيبين تصبح عدد التفاحات المصابة 8. العدد من التفاحات المصابة 8 قادرة إن هي تصيب 13 في الدائرة الكبيرة اللي حوالين منها. فدول إذا تعرضوا إلى الإصابة بسبب الـ8، ف13 يضافوا إلى الـ8 تصبح عدد التفاحات المصابة 21. زي ما شفنا العدد بيزيد، التفاحات المصابة يزيد بسرعة كبيرة من 1 لـ8 لـ21 زي احنا بنتكلم بعد كده عليها. دي بيسموها دالة أو معادلة شبه أسية، يعني بتنمو بسرعة كبيرة بطريقة اكسبوننشال، بطريقة متزايدة ومضطردة. نفس الشيء بينطبق على البكتيريا باينري فيجن ريبرودكشن. الريبرودكشن او التكاثر البكتيريا زي ما احنا خدناه ان حبايه البكتيريا يحصل لها ديفيجن، فالديفيجن تتحول البكتيريا الى 2، كل واحده منهم تصبح قادره انها تنكسر الى 2 اخرين، وبالتالي
في 20 إلى 30 ثانية البكتيريا الواحدة بقت 2، في 20 إلى 30 ثانية تانيين أو دقيقة آسف يتحولوا إلى 4، يعني في خلال ساعة تحولت الواحدة فقط إلى 4. إيه اللي بيحصل هنا؟ إن المدخلات هي الواحدة والمخرجات الاتنين، الاتنين المخرجات تحولوا إلى مدخلات مخرجاتهم 4. فعدد الخلايا الحالية الموجودة هي اللي بتجيب لنا خلايا جديدة، ولما الخلايا الجديدة تيجي تصبح جزء من الخلايا الحالية، والخلايا الحالية تجيب لنا خلايا جديدة أخرى، وهكذا تتفاقم وتزيد باستمرار. لو إحنا جبنا عبرنا على دي بشكل كام انقسام يحصل، فالانقسام الأول يدينا 2 اللي هما الاتنين دول، أما الانقسام الثاني يدينا 4 ثم 8 ثم 16. بعد 10 انقسامات يعني 10 ساعات، يعني في المثال اللي احنا مش 10 ساعات، في واقع الأمر 5 ساعات لأن الانقسام بيحصل في نص ساعة، بعد نص ساعة بعد 5 ساعات يبقى عندنا 1024. وهكذا لو عبرنا على دي في شكل رسم بياني تطلع لنا معادلة شكلها يطلع لفوق كده، تسمى exponential function أو معادلة أسية اللي هي بتتزايد بصورة مضطردة. اللي شبه كده عندنا في البيزنس الفيرال ماركتينج، اللي دلوقتي التسويق الالكتروني والرسائل البريد الالكتروني والمسجز اللي بتحط في تويتر وفي الفيسبوك وفي اللينكد ان، كل هذه قنوات تعتبر قنوات بتحصل لها فيرال، يعني سبريدنج، انتشار فيروسي، ليس الفيروس اللي هو البج العيوب او المشاكل اللي في البرامج، لكن انتشار الفيروس يقصد به ان العدوى تنتشر بسرعه. فلو واحد جات له رساله، واحد بس ارسل رساله لثلاثه اصحابه، الثلاثه اصحابه ممكن يرسلها لسبعه ثمانيه، السبعه ثمانيه كل واحد يرسلها في الجروب والمتابعين اللي عنده، بعد دقائق معينه والناس اللي قالوا لايك والناس اللي قالوا شير، بعد كلمه دقائق معينه تنتشر هذه الخبر بسرعه، وبالتالي جه منها موضوع الفيرال ماركتينج اللي بيعتمد على الورد اوف ماوث، وبيعتمد على الناس تلعب جيمز وتعرف منها، او الناس تعمل شيرينج في السوشيال ميديا نتوركس بتاعته. وبالتالي احنا ايه اللي عندنا؟ عدد العملاء الحاليين، يعني الناس اللي وصلت لهم الرساله، ده بيؤثر في كم واحد في الجروب عندك انت ناوي تبعت له. وبمجرد ما ترسل له الرساله بتاعتك ويشوفوا الرساله، تحولوا من عملاء مرتقبين الى عملاء حاليين، أو الناس شافوا الرسالة الحالية. وهكذا هؤلاء الناس يكلموا ناس تانيين، فالناس يضافوا إليهم، فالدائرة تزيد بصورة مضطردة ومستمرة. بناخد مثال على ده في مجال البيزنس، حتى ده بيبين لنا التايم لاكس، يعني خطورة الوقت التأخير. إحنا عندنا هنا المصنع، والمصنع بياخد تقريبا 6 أيام عشان يعمل المخزون، يعمل المنتجات اللي بتروح المخزن. المخزن بتقعد لو جاله طلب ممكن ياخد له يوم جوه، وتاخد له يومين على ما يرسلها لتاجر الجملة، تاجر الجملة على ما يرتب الحاجة في المخزن ويصنفها ويعمل حسابات بتاعته وكروت الصنف اللي احنا عارفينها وينقلها لمتاجر التجزئة، ممكن تاخد يوم على ما تحط في المخزن، على ما تخرج حتى من المخزن تتحط على الرف، لان كل سوبر ماركت في مخزن خلفي باك ستور، والناس اللي بياخدوا المرشندايزرز بياخدوا المنتجات دي ويحطوها على الرفوف، بعدين يجي عامة الجمهور اللي دخل السوق وشاف المنتج واشتراه، وفي ناس كمان المتوقع اللي لما انا اشتري المنتج ويعجبني ممكن اروح اقول له اديله خبر، اقول له ايه اللي حصل، فيتحول من الكلام اللي عامة الجمهور قاله له ممكن يتحول الى مشتري، فيروح هو ليشتري. طب والمتوقع ده عارف ازاي عن المنتج كمان ويرغب فيه؟ يا اما عارف من واحد زميله عامة الجمهور، من ناس تانيين اللي هي الورد اوف ماوث، او عن طريق وكالات الاعلان. فوكالات الاعلان اللي بيجي لها معلومات عن المنتجات الموجوده وكميه المخزون، بياخدوا قرارات ان هم يعملوا الاعلان، على ما الاعلان يتصمم ويتعمل له مونتاج ويكتبوا العقد مع شركات الاعلان سواء سوشيال ميديا او جرائد او بيلبوردز او غيره، تاخد يمكن 8 ايام على ما الاعلان يطلع علشان الشخص ده يشوف الاعلان. فلازم هذه الدائره يكون فيها سينكرونايزيشن، يكون فيها تنسيق، لان لو المخزون، لو وكالات الاعلان بدات والناس راحت السوق ومكانه الدائره دي ما خلصتش والمنتجات ما كانتش موجوده، تبقى مشكله كبيره. تاني حاجه لو عامه الجمهور اقبلوا بقوه وسحبوا من المخزون اللي موجود هنا
على ما الناس اللي في السوبر ماركت يبلغوا الريجنال ماركت مانجر، مدير المنطقة، ومدير المنطقة يكلم مدير المشتريات على مستوى الهيد، والمستوى مدير المشتريات يكلم تاجر التجزئة، تاجر الجملة، وتاجر الجملة ياخد له ده الوقت اللي موجود في الدائرة، ده الوقت قد إيه عشان معلومات الخطوط المنقطة معلومات. على ما السوبر ماركت يحضر المعلومات ويقول أنا ناقص عندي الصنف الفلاني تاخد 3 أيام عادة، على ما يبلغ الموزع تاخد نص يوم، تقعد عنده يوم، على ما يبلغ المصنع تاخد نص يوم على المعلومة ما تروح له، وبالتالي على ما المخزن يبلغ المصنع تاخد وقت كمان. وبالتالي بسبب التايم لاكس اللي موجودة بيضطر كل واحد يخزن مخزون إضافي عنده. هذا المخزون الإضافي بيمثل تكلفة كبيرة جدا على كل الاقتصاد وعلينا، لأن ده يعتبر رأس مال عامل واقف غير عامل. تخيل كده لو السوبر ماركت بسبب عدم حصول على معلومات سريعة عن رغبات الجمهور، كم واحد هيجي يطلب منه شيء معين امتى، فبالتالي بيفاجأ بأن الصنف خلص من على الرف، وبالتالي بتسبب له مشكلة. فهو عشان يحفظ الافيلابيليتي، توافر مؤشر مهم، توافر المنتجات عنده، بيضطر انه يخزن كتير عنده علشان احتياطي. ونفس الشيء تاجر التجزئة الجملة علشان مش ضامن الحاجة هتجيله ولا لا، ممكن يخزن بزيادة عنده، والمخازن يخزن بزيادة، وهكذا. هذا المخزون المتراكم حتى للمواطن لما يروح السوبر ماركت يشتري الحاجة يشتري منها 4 5 حبات لأنه مش عايز ينزل تاني أو خايف ينزل السوق ما يلاقيهاش. فبالتالي لو أنت عايز تشوف حاصل جمع الكميات الموجودة في الاقتصاد من منتج معين، يا اما صلصة طعام مثلا، شوف كم علبة صلصة في بيوت الناس متخزنة، لان محدش بيشتري علبة صلصة واحدة، شوف قد ايه موجود في المتاجر على الرفوف وفي المخزن الخارجي، شوف قد ايه موجود عند تاجر الجملة وفي المخزن الرئيسي واللي تحت الصنع هنا. كل ده عبارة عن مليارات من الريالات مخزونة لا تستخدم في شيء، وسببها كله ان الناس خايفة، اللي بيسموها just in case. عشان الناس خايفة ليه؟ لان بتاخد وقت على ما تبلغ، وبتاخد وقت على ما الحاجة توصل لك. لكن لو زي النظام الياباني في حاجة اسمها just in time، ان كل المعلومات متوفرة باستمرار، عندي تنبؤات قوية عن احتياجات ونمط سلوك الناس، في مثلا انترنت اوف ثينكس بيقول لي الناس دي خلصت الحليب اللي اشتريته ولا الصلصة ولا لا، اللي في عندنا حاجه اسمها اوتو ريبلينشمنت، كل بار كود يتعمل له سكاننج في الكاشير والمنتج خارج على طول المعلومات دي بتتحلل ويدينا ترند يقول لنا قد ايه اللي فاضل ويطلب الكميه بما فيها قبلها بوقت كافي، اللي يسموها الليد تايم عشان الحاجه توصل له. لو النظام فيه اعتماديه كبيره، الناس قريبه من بعض وتثق في بعض وتتبادل معلومات مع بعض بصورة قوية وتعتمد على بعض، انه لما يطلب الحاجة في توصل له خلال ساعة، يعني تبقى ساعة مش اكتر من ساعة، لو في درجة كبيرة من الاعتمادية السوق كله الاقتصاد لا يحتاج انه يخزن كل هذا المخزون اللي بيضيع على الاقتصاد كله، وبالتالي نوفر على الاقتصاد كله. وده اللي اليابانيين عملوه عن طريق just in time. just in time يعني ان الحاجات تصل في الوقت المناسب المطلوبة به، فما يضطرش نوفر على نفسنا مخازن فيها منتجات لها قيمة كبيرة وفيها ريسك كبير انها يحصل لها حرائق او تتلف، زي ما احنا عارفين التخزين له تكاليف عديدة. بكده يبقى اتكلمنا عن انواع دوائر التحكم الموجبة والسلبية، وخدنا عدة امثلة سواء من الحياة الطبيعية، من البيئة، او من الجسم، ومن مجال البيزنس. دوائر التحكم ضروري ان احنا لما نعمل cause and effect relationship كمسؤولين عن قياس الاداء، ان احنا نبقى فاهمين ديناميكيات سلوك المتغيرات ازاي بتتغير عبر الزمن، وازاي كل واحدة بتتغير في التاني، علشان ده هيساعدنا كتير في اختيار المؤشرات الصح، في وضع التارجتس الصح، في اختيار حتى المبادرات الصحيحة، واخيرا في فهم قيم المؤشرات عندما يتم جمعها. شكرا لحسن استماعكم، وإلى اللقاء إن شاء الله في وحدات أخرى.